ساهم مبادرة طلابية في البصرة تهدف إلى إعانة الفقراء وترك أثر إيجابي في حياتهم. المبادرة أطلقت مؤخرا حملة لجمع تبرعات مالية لعلاج أحد الطلاب ومنحه فرصة للعيش بعد التشافي من مرضه الكلوي. الحملة ساهمت في تحقيق غاياتها التكافلية وجمعت مبلغا قدره 25 مليون دينار للطالب المريض. أكو شخص بلغونا به قالوا يحتاج زرع كلى، اللي هو ما يعرف بنفسه، كان عنده كلية يعني ما تشتغل نهائيا، الكلية الثانية تشتغل 20%. فارتئينا أن نسوي حملة. المبلغ جمعناه طبعا كان 25 مليون من جامعة وحتى من خارج الجامعة، يعني أكو ناس تبرعوا أهلهم وأصدقائهم. الحملة تقوم فكرتها على بيع أساور بالقيمة التي يحددها المتبرع لصالح العمل الإنساني، وقد كتب على الأساور عبارات مؤثرة منها ساهم في إنقاذ شخص يعاني من عجز كلوي. احنا ما ردنا بصورة مباشرة انه نجبر المقابل يجي يتبرع، حبينا يكون هذا الشيء تبرع من عنده من نفس راضية، وبالعكس يحس بشعور حلو. فاقترحنا فكرة انه تكون سوارة مكتوب عليها بعض الكلمات، العطاء، تنقذ حياة شخص، السلام. فهذا السوارة انت تجي تحدد سعرها، شكل حاب تتبرع. السوار تاخذها بخمسة آلاف، بألف، بس اقل شيء ألف دينار فما فوق. ويعني ما شاء الله شفنا الطلاب يعني اقل شيء كان 5000، وكلها مبالغ هواي يتبرعون بها. وتعد هذه الحملة ضمن سلسلة حملات يطلقها بين حين وآخر فريق تطوعي يضم قرابة 100 طالب وطالبة لمد يد المساعدة للمحتاجين، فضلا عن القيام بأنشطة خيرية أخرى. هذه الحملات إنسانية نساعد بها بعض الناس المتضررين المحتاجين إلى عمليات، إلى تكاليف باهظة الثمن. فإحنا كطلاب وفريق جامعة المعقل متواجدين إلى هذه الأعمال الخيرية. في كل مرة تترجم مشاعر التضامن والدعم مع المحتاجين من خلال ما يجمع لهم من أموال تعينهم على تلبية متطلباتهم في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية صعبة في البلاد. تتفق معظم الديانات والثقافات على أهمية العمل التطوعي الإنساني، فهو ينمي حالة التكافل من أجل خدمة المجتمع، لا سيما إعانة الفقراء. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.